السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم أعزائنا المشاهدين. وحلقة خاصة جدا ولقاء خاص جدا بيشرفنا فيها الأستاذ الدكتور أمير حافظ عطية، استشاري أمراض النساء والتوليد والحقن المجهري. الأمومة هي حلم كل سيدة لم تنجب. بدأنا نشوف مين أكفأ المتخصصين، وتوصلنا إلى الدكتور أمير حافظ وأرسلنا له دعوة ولبى النداء وشرفنا النهاردة في الاستوديو. نتكلم في موضوعات يعني مصدر اهتمام بالنسبة لكتير من السيدات، هيوضح لنا الدكتور أمير. دايما وأبدا يا دكتور، بعض الناس بتقول لك أنا عملت حقن مجهري وما جابش نتيجة، ففي اسباب للفشل وفي عوامل للنجاح. بما ان حضرتك يعني بسم الله ما شاء الله بتحظى بنتائج مذهله، طبعا نحب نوضح للناس ايه اسباب الفشل وايه عوامل النجاح والاساليب التقنيه الحديثه اللي حضرتك بتتبعها واللي وصلت مع حضرتك النتائج المذهله دي. اهلا وسهلا بيكم، اهلا وسهلا بالساده المشاهدين. بنحب ننوه دايما وبنتكلم على النتائج دي، زي ما حضرتك قلت لو اتكلمنا عن نتائج الحقن المجهري واسباب نجاح او زياده فرص نجاح الحقن المجهري وقله عدد فشل الحقن المجهري، بيرجع لعوامل كتيره. اولها الوعي الصحي اللازم لدى الزوجين من اول الزواج، في معرفه امتى اكون اتاخرت وايه الاسباب اللي انا بدور عليها. تمام. وابدا ابحث امتى على اسباب تاخر الانجاب، ولو لقيت الاسباب دي امشي في السكه المظبوطه واخد الاسباب المظبوطه، التشخيص المظبوط هو اول طريق. يبقى اذا المتابعه الطبيه ايوه والتشخيص السليم ومعرفه الحاله العامه. يعني انا برضه انت كدكتور بيجي لك عيانين للاسف الوعي الصحي عندهم مش للدرجه اللي هي، فبتفاجئ بواحدة فضلت تمشي على تنشيط 15 و20 سنة لغاية ما سنها بقى 40 و41 و42 و45 وجاية لك تقول لك أنا عايز أعمل حقن مجهري. تمام. تبقى أنت يعني ما بين نارين، ما بين إن أنت تصدمها بالواقع المرير اللي هي حطت نفسها فيه ووصلت لمرحلة إن المخزون قليل، كفاءة التبويض قليلة، المبايض ما بتطلعش، مش هتجيب معاك نتائج كويسة، بطنة الرحم مش هتستجيب كويس. فانت بتبقى هتقول لها ايه يعني 15 20 سنه ماشي على تنشيط؟ طب ما حدش وجهك في وسط السكه كده وقال لي خلاص مشيتي سنتين ثلاثه تنشيط وما تشخصتي صح، يبقى لازم تشخص صح الاول، ما تضيعيش وقت كتير، روحي المتخصص اللي هو يقدر يشخصك كويس ويقدر يوصل معاكي بنتيجه كويسه ويقدر يحطك على الطريق الصح. دايما نقول ما تاخر من بدا. تمام. اللي بدا وبدا صح وعرف السكه صح هو هيوصل في النهايه، بس طبعاً. لازم نبدا ولازم يبقى عندنا الوعي الصحي ان انا ما استناش 10 و15 و20 سنه وبعدين ارجع ادور. حضرتك عارف ان السيده فتره الخصوبه بتاعتها محدوده، هي من 18 ل 35 سنه، اقل من 18 ما بتبقاش كويسه، واكثر من 35 سنه بتبدا المخزون يقل بسرعه شديده جدا ويبدا الفرص تقل معانا سنه عن سنه. السن المناسب لاجراء الحقن المجهري، السن المناسب اللي هو بنقول نسبه النجاح بتاعته كبيره جدا. نسبه النجاح بتبقى كبيره في السن اللي من 25 لغايه 32 33 سنه. تمام. ده ما بنقولش عليه، بتبقى دايما اعلى نسب نجاح. تمام. بعد 35 36 37 سنه بيبدا النزول السريع في مخزون المبيض. تبدا الست بتنزل زي اللي نازله من المنزل كده، نازله بسرعه. يبقى نصيحه طبيه بيوجهها الدكتور نصيحه طبيه ان انت ما تضيعيش وقت كتير، لابد ان انت تختاري المكان اللي الصح اللي تبداي فيه صح عشان تتحطي على الطريق الصح كتشخيص اولا. تمام. بعد كده كعلاج لو في عندك سبب، في مشاكل في الرحم نعمل منزل رحم، في مشاكل في التصاقات في الانابيب حوالين الانابيب، في مشاكل في المبايض، كل الكلام ده بنبدا نعالجه سواء بميديكال او طبي او جراحي او مناظير او الكلام ده، وبنبدا نتحط على الطريق السليم اللي نبدا ان شاء الله ربنا يرزقنا بيه بالحمل الطبيعي قبل ما نفكر بالحقن المجهري. مش كل السيدات
اول ما تجيلي لا هدخلها على سكه الحقن الجاري. لا طبعا ده في ناس كده عاملين مدرسه كده، بس ده طبعا مش منطقي ولا عملي ولا ده اللي اتعلمناه. تمام، اخد بالك؟ احنا بنقول لا، كل ست لابد تتشخص الاول كويس. تمام. وقت ما بتتشخص كويس تحط على طريق العلاج المناسب، وربنا سبحانه وتعالى يكتب لها التوفيق ويكتب للناس كلها الفرحه والسعاده ان شاء الله. تمام، يبقى حضرتك بتوجه رساله النهارده للسيدات انه لابد من وجود الضمير مع الامانه العلميه مع التشخيص السليم للوصول لنتيجه ونتيجه مرضيه. كمان لابد من المتابعه، لازم في متابعه بعد الزواج بكام سنه مثلا. بص حضرتك، هو دايما الكتاب والناس كلها بتقول ان الزواج بعد سنه من الزواج نبدا ندور لو في مشكله، الا لو سن الزوجه كبير او لو في ظروف خاصه، سفر الزوج مثلا هيسافر ويقعد 6 7 سنين مثلا. تمام. في البلاد اللي زي فرنسا، الناس اللي بتسافر، الشباب اللي يتجوز ويسافر يقعد 6 7 سنين على ما يعمل ورق او ينزل، فده بيبدا يدور من بدري شويه ويبدا يعني واخد برهك يسعى. تمام. انما لو الزوجه كويسه وزوجها كويس وما عندهمش مشاكل صحيه وسنهم الاثنين صغير، ما بنبداش ندور في تاخر الانجاب الا بعد سنه من علاقه زوجيه متصله دون انقطاع. ما يبقاش مثلا جوزها بيسافر مثلا زي الناس اللي شغالين في السياحه او الناس اللي شغالين في الشرطه او في الجيش، يقعد 3 اسابيع بره ويجي اسبوع، فممكن يقعد سنه كامله ما يصادفش وقت التبويض بتاعها. تمام تمام. فلازم لا، الاول نقيم الامور ونعرف طبيعه الزوجين ايه وعلى اساسهم نبدا نحدد. انما كروتين سنه كامله الزوج والزوجه يستقروا مع بعض في علاقه غير منقطعه. تمام. ده بعد كده ممكن ابدا افكر في اسباب التاخر. اسباب التاخر. هل للسمنه ارتباط بتاخر الانجاب؟ طبعا السمنه من العوامل المؤثره جدا جدا على نجاح الحمل الطبيعي ونجاح الحقن المجهري. تمام. وانتظام هرمونات السيده. تمام. خد بال حضرتك، ولذلك سيدات كتيره جدا. تمام. بيبقى عندها سمنه. تمام. مجرد ما تبدا تظبط لها الوزن بتاعها وتخس على الاقل 5 ل 10% من وزنها بتفرق كتير جدا، وبتحمل طبيعي بدون اللجوء للحقن المجهري، بدون اللجوء لاي حاجه. من ضمن الحالات اللي وردت على الدكتور امير حافظ سيدة أنجبت 4 ذكور. أيوه. هل ده كان حقن مجهري أو تنشيط تبويض أو متابعة حمل عادية؟ لا لا لا، متابعة حمل عادية خالص. كانت عند دكتور زميل واداها شريط كلوميد. تمام. وحملت عليه وجات لي زعلانة إنها حامل في 4. تمام. طبعًا توأمان يعني. لا الكلام ده في 2000 وهم دلوقتي بسم الله ما شاء الله يعني عندهم 10 سنين. حوالي 10 سنين. تقريبًا يعني. 2011. وقلت لها طمنتها طبعًا وقلت لها إحنا بنسعى وخلاص، أنت جاية لي عند 12 أسبوع. تابعت لها الحمل بانتظام. تمام. وصلت بفضل الله النص الثامن وولدت الحمد لله الأربعة. تمام. الاولاني محتاجش حضانه، التاني يحتاج حضانه 3 4 ايام. تمام. التالت والرابع قعدوا 2 ولا 3 وربنا كرمها الحمد لله، والاولاد كلهم ما شاء الله دلوقتي، والاولاني اسمه امير. تمام. بسم الله ما شاء الله. الله يكرمك. بسم الله. الله يكرمك. امتى اقول لازم تدخل قيصري في الوضع؟ يعني اقول الحاله دي لازم توضع قيصري. القيصريه لها اسباب كتيره. وقت ما يبقى مفيش فرصة انها تحمل طبيعي، القيصرية دي من النعم اللي موجودة دلوقتي في الوقت الحديث. تمام. اللي الناس اساءت استخدامها برضو على العمال وعلى البطال، كل واحدة عايزة تولد قيصري او الدكتور بيستسهل ووالد قيصري. طبعا. تمام. لا ده مش الرول وده مش ده المطلوب يعني. تمام. العملية القيصرية هي تدخل جراحي لابد. تمام. يبقى له شروط واحكام عشان اعرف ادخل اوضة العمليات دي، لازم يستنفذ اسباب عدم الوضع الطبيعي. امتى؟ لو لقيت فيه مشكله على الام او مشكله على البيبي او مشكله على الاثنين، خلاص ده بيبقى اضطرار ان انا اولد قيصري. انما لو الامور ماشيه طبيعي للام وللبيبي والامور الاثنين ما فيش فيهم مشاكل. تمام. مشاكل وماشيه على حاجه اسمها بارتوجرام او جدول متابعه الولاده بانتظام بدون تقصير او بدون حياد عنه، لا الامور تمشي طبيعي. وزي ما الناس كلها بتقول الطبيعي يكسب. طبعا طبعا. يعني اذا هنا الدكتور امير بيفضل تقديم الوضع الطبيعي اذا الام مش في احتياج لقيصري، وان الحل القيصري ده حل هو في اضيق السبل او اذا ما كانش في سبيل غيره. بالظبط. تمام.
تنشيط التبويض المقصود بيه، ولاحظت ان حضرتك بتقول ان هو لو لفترات طويله، امتى الست تكون بتعمل تنشيط تبويض وبعدين تتوقف؟ يعني المفروض ان هي ما تكملش خلاص وتعمل حقن مجهري. بص حضرتك، تنشيط التبويض ده من الطرق العلاجية اللي بنلجأ ليها لما يكون عندي ضعف في التبويض تمام أو عدم انتظام في الهرمونات عند السيدة، تمام تمام؟ أو إن هو مرحلة من المراحل اللي بنعالج فيها أمراض معينة زي تكيسات المبايض اللي تمام هي ما بيحصلش معاها تبويض طبيعي، أو الهرمونات، نقص في الهرمونات بتاع الغدة النخامية والغدة الدرقية، تمام فبنبدأ نعوض الهرمونات دي وبنبدأ نظبط التنشيط بتاع بندي تنشيط ونظبط التبويض بتاع السيدة للوصول إلى التبويض الطبيعي في الوقت تمام الطبيعي، ونبدأ نظبط معاها العلاقة الزوجية عشان يحصل تخصيب وربنا يرد لها الحمل إن شاء الله. تمام يبقى إذا هنا الفترة اللي المفروض تتابع فيها السيدة التنشيط وبعدين كام سنة مثلا، على أساس أقول هنا ستوب، لا إحنا هنعمل حقن مجهري. هو احنا مش ما بتمشيش بالسنة، مش كام سنة ولا حاجة، احنا بنقول ان احنا لو السيدة كويسة وتبويضها طبيعي بدون تنشيط وبتتابع كويس، تعملها في الكلوميتري بتتابع كويس واتبعت اكتر من 6 لـ9 شهور تمام وما حصلش حمل، ممكن نشوف الاسباب التانية اللي ما حصلش حمل ليها ونلجأ ليها ونبدأ تمام نعالجها. زي نلجأ بقى للحقن المجهري. لا لا، في حاجات كتيره بدائل قبل الحقن المجهري، في الاول ادويه معينه بنبدا برضو نظبط بيها الهرمونات ونظبط تمام بيها كفاءه التبويض ونظبط بيها بطانه الرحم، لان الاسباب كتيره، انت عندك تمام اسباب في الرحم، اسباب في المبايض، اسباب في الانابيب، اسباب تمام في المناعه بتاع السيده، اسباب كتيره، فانت بتحط في دماغك البلان بتاع المانجمنت بتاع الحاله تمام وبتبدا تحاول توصل السيده دي الى انسب طرق التبويض. تمام يبقى الرسالة اللي بيوجهها الدكتور عمير ان لابد من التشخيص السليم ايوه، وهو السبيل الوحيد للوصول نتيجة، نتيجة كويسة. وان بعض سواء الفشل في الحقن المجهري او غيره من وجهة نظرك ممكن يكون تشخيص غير سليم. بص حضرتك، في حاجة اسمها ان اكسبليند انفيرتيليتي، هو تمام ربنا سبحانه وتعالى لما اتكلم في القرآن قالوا يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء ايه عقيما. ففي حكمة إلهية من الإنجاب برضو، في ناس مهما تمام تسعى دي في ربنا سبحانه وتعالى أراد، وفي تمام إرادته وفي علمه وفي اللوح المحفوظ تمام إن هم يعني ما بيحصلش، تمام ولكن ده بيبقى عليه واجب عليهم السعي. تمام خد بالك إيه الفكرة، في إيه الفكرة، إن أنت بتسعى تمام وبتبحث وتشوف الأسباب، وفي حاجة اسمها unexplained infertility، الزوج سليم 100%، تمام الزوجة سليمة 100%، تمام مش عارف السبب ايه. في الوقت ده ساعات بتلجأ للحقن المجهري، ولما تمام بيفشل مره واثنين وثلاثه انت بتقول دي حاجه من عند ربنا تمام إذا الدكتور أمير بيتبع الأسلوب الأساليب التقنية العلمية طبعا. الحديثة. إحنا لما سألنا النتائج عند حضرتك تقريبا 99% أو لا لا 98%، لا لا لا، مش كده في اي مكان ودي في حاجة العالم، يعني أنت لا مش اي، حضرتك لازم تقول كده لا طبعا، لا لا لأن لا هو لا، لكن بص ما فيش نسبه نتائج على مستوى العالم اكتر من 50 لـ60% على تمام مستوى العالم، ده في الطبيعي انجلترا يعني. وامريكا وكندا واستراليا، فده تمام في الحقن المجهري كمان، فما بالك تمام في التنشيط الطبيعي. هل بعد الحقن المجهري ممكن يحصل حمل طبيعي ولا لازم؟ بيحصل بيحصل، انا عندي يعني كتير حالات كتيره بتبقى مثلا الكلام اللي لسه بقوله unexplained infertility، تمام او مثلا زوجه مثلا عندها ظروف اجتماعيه لسفر جوزها 6 7 سنين عشان عدم على ما الاستقرار يرجع يعني. عدم الاستقرار، فبتبدا بعد سنه او اتنين تعمل حقن مجهري، وبعد كده لما جوزها بينزل تحمل طبيعي خالص والدنيا بتمشي طبيعي. عايز اقول لحضرتك ان الحمل الطبيعي هو نفسه الجايد اللي بخلي الست هرموناتها تمشي في السكه الطبيعيه، تمام خد بالك. تمام يبقى إذن هنا الاستقرار بالنسبة للزوجين عامل كبير في نجاح الحمل سواء بشكل طبيعي ايوه أو كحقن مجهري مجهري طبعا في إذا دعت الحاجة يعني. طبعا. تمام احنا نتمنى طبعا نكون قدمنا معلومة طبية في وجود القيمة والقامة الله يبارك للدكتور فيك، أمير حافظ عطية، الله يكرمك، وإن شاء الله تعالى نتمنى من مشاهدينا الكرام إذا كان لهم أي استفسار طبي يتعلق بالتوليد والنساء والحقن المجهري إن شاء الله تعالى نكون على تواصل دائم. وفي نهاية الفقرة بنتوجه بالشكر للدكتور أمير حافظ عطية،
شكرا لحضرتك يا فندم. الله يخليك، شكرا ليك وشكرا للسادة المشاهدين، واتمنى ان احنا نكون اضفنا ولو جزء بسيط في التوعية والثقافة اللي لازم ان الناس كلها توصل ليها، ولازم تعرف ان الخصوبة لدى السيدة لها تمام سن معين ولها تمام وقت معين، كل ما كان السعي بدري وكل ما كان اخد بالاسباب وابحث بالاسباب، ربنا سبحانه وتعالى ما بيضيعش تعب حد، ان الله لا يضيع اجر من احسن عمل. طبعا طبعا. أعزائي المشاهدين انتظرونا بعد الفاصل وفقرة جديدة ولقاء خاص.